جدا، لانه البناء الدرامي لقصه حب هو مختلف تماما عن البناء الدرامي لقصه صراع البقاء. انا بحب التحدي، فحسيت انه هذا الجمع مش موجود في السينما لحد هلا. يعني انا بعرف قصه واحده انعملت سينمائيا اسمها افريكان كوين مع أمفري بوغارت وسيدي الممثل، بس انعملها قبل 50 سنه. فالدمج بين صراع البقاء وقصه حب كان لي مثير جدا. الشغله السبب الثاني ليش حبيت القصه، لانه حسيت انه الخلفيه انه التلج كخلفيه هو كاللوحه البيضاء وانت بتلونها بالممثلين تبعونك. فحسيت انه هي امكانيه جيده انه يعمل لوحات سينمائيه من هالقصه. والسبب الاخير انه القصه معتمده فقط على شخصين. ممكن يدخل هذا المجال، انا عشت هناك واشتغلت هناك وعارف قد ايه صعوبه انتاج فيلم لمخرج فلسطيني في هوليوود. فانا بحييك هذه التجربه، وان شاء الله يعجبكم الفيلم وتستمتعوا بيه. صورة جمالية عالية جدا، فيلم ممتع، يروح يتفرج ويستمتع.